في لجنة واحدة. وهذا هو ما سيدنا عباش سي بوجمعي إلا بغى يهضر جميع ويد ليه ويعطي الأفكار ديالو ويعطي المقترحات ديالو. الدورة الاستثنائية الثانية اللي ديال المجلس الجماعي في صيغته الجديدة واللي تم في واحد الجو اللي هو مسؤول الحمد لله وتصويت على جميع النقاط ديال اللي جات في جدول الأعمال واللي هي نقطة واحدة اللي هي النظام الداخلي ديال المجلس واللي تم فيه التصويت على أغلب النقاط أغلب البنود بالإجماع. فتنتمناو أنه الدورة الاستثنائية الأخرى تتمرد هي في نفس الأجواء فهذا يبشر بالخير إن شاء الله للمستقبل ديال المجلس والمستقبل ديال المدينة ديال أكادير. لا الغياب ديال خنوش هو غياب موضوعي لأنه تنتبعوا جميعنا تنتبعوا الأخبار تنتبعوا تنتبعوا الزيارات اللي تيقوم بها والمسؤوليات اللي الجسيمة اللي عنده في هذه الأيام ولكن الغياب ديالو خير إن شاء الله. فطبعا القانون التنظيمي ديال الجماعة هو واضح إذا كان غاب الرئيس ينوب عنه النواب ديالو حسب الترتيب فنبع عند الأول النائب الأول ديالو ناب عليه والحمد لله راه الدورة مرات في أجواء مزيانة بزاف وأجواء مسؤولة. خديجة واسكا مستشارة جماعية بمجلس جماعة أكادير. اليوم حضرنا في الدورة الاستثنائية اللي عقدها المجلس الجماعي لأكادير من أجل مناقشة وتدارس نقطة وحيدة اللي هي المصادقة على مشروع النظام الداخلي للمجلس الجماعي. الجلسة مرت بواحد النوع ديال التفاعل واحد النوع ديال التجاوب ما بين الحاضرين في إطار مناقشة واحد مجموعة ديال النقاط اللي كتحتاج تعديل فعلا اللي تعرضت علينا سابقا واننا ننظروا فيها ونقدموا واحد المجموعه ديال المقترحات. اليوم تم اضافه واحد المجموعه ديال التعديلات في بالنسبه للبنود ديال القانون التنظيمي الداخلي للمجلس. وبالطبع راه كيكون عمليه كما كتعرفوا كتكون عمليه التصويت وكذلك يعني الموافقون وغير الموافقون والممتنعون ولكن في الاخير كتبقى الاجماع هو الغالب على مجموعة ديال القرارات اللي نتمناو أنها إن شاء الله تطبق على أرض الواقع ويكون فيها واحد النوع ديال الليونة واحد النوع ديال السلاسة من أجل إنجاح طبعا البرنامج الجماعي لأكادير. جميع اللجان الأخرى يتداول فيه كل في مجال اختصاصي كذلك تنقرح السيد الرئيس تفاعلا أيضا مع تدخل الزملاء اللي صراحة أنا رجعت معي إيجابيا لمدة 50 قصة تغيير ويجب تحديد اللجنة التي ستكون المعارضة كان النائب الاول لرئيس المجلس الجماعي لاكادير. اليوم انعقدت الدوره الاستثنائيه. النقطه الفريده هي المصادقه على النظام الداخلي. تمت المصادقه عليه مع ادخال بعض التعديلات. الدوره دازت في ظروف عاديه، كان نقاش بناء. المهم التعديلات كانت طفيفه، احنا تحملناها في اطار القانون. السيد الرئيس هو في مهام اخرى. والقانون تيخول لنا اننا نرأسوا اللجنه باش تتم الاستمراريه. لان هذه لجنه مؤقته يعني تشتغل لمده محدده وباش يتسح المجال اكبر عدد ديال يعني الاعضاء يشاركوا في هذه اللجان اعضاء ديال المجلس. فيعني حنا على نفس يعني العدد اللي كان في بالنسبه للجان الدائمه اللي هو بين 10 و13 عضو. اليوم المجلس الجماعي لمدينه اكادير صادق في الدوره الاستثناء ديالو اللي دارت اليوم على مشروع النظام الداخلي للمجلس اللي هي وثيقه اساسيه اللي لابد انه المجلس قبل ما يبدا العمل ديالو لابد ما يصدق على النظام الداخلي اللي كيأثر يعني العمل ديال المجلس خلال خلال السنه الست سنوات المقبله. وانتم شاهدتوا انه هذا النظام الداخلي فيعني كان فيه واحد النقاش وكان فيه مداخلات ديال جميع الفرق والاطياف السياسيه المكونه للمجلس الجماعي وتعطات واحد المجموعه ديال المقترحات والاغلبيه تبنات التعديلات اللي تقترحت من طرف فرق المعارضه. كاين نقاط اللي هي تصدق عليها بالاجماع وكاين واحد العدد نقاط اللي تصدق عليها بالاغلبيه. وبالتالي فهاد الدوره اللي كما قلت هاد الوثيقه ضروريه
الوثيقيه باش ان المجلس يبدا العمل ديالو. فهاد الوثيقه اللي تصدق عليها الان في الاسبوع المقبل راه غادي تنطلق باقي جلسات هاد الدوره باش نستكملوا واحد المجموعه ديال النقاط اللي خصها يعني دوز. اولا كاين تصويت على رؤساء اللجان والنواب ديالهم، بعد ما كيما كنشوفوا اليوم راه تصادق على اللجنه اللي غتعطى المعارضه وفق ما كيقضي به القانون. وكذلك كاين مساله اللي هي مهمه بزاف بالنسبه للدوره ديال اساسا الدوره الاولى بالنسبه لكل المجالس، هي الميزانيه. فهاد يعني النقطه حتى هي راه غادي تدوز في الجلسه المقبله اللي غادي انتم من بعد غادي تعرفوا التاريخ ديالها. اولا كما كتعرفوا انه الغياب ديال الرئيس، اولا احنا في اول دوره وهي دوره استثنائيه، ما يمكنش لينا نعمون ونعتبروا ان هذا الغياب راه في شي حاجه يمكن ان الرئيس يعني ما غيبقاش يحضر. لا، هذا الغياب ديالو كان لسبب يعني كما كتعرفوا انتم راه كتعرفوا انه راه في مهمه رسميه خارج ارض الوطن، ولكن الدورات المقبله غادي تبين لكم انه الرئيس راه متواجد وسيكون متواجدا بالمدينه، وغتشوفوا انه راه غادي يسهر على التسيير ديال هذه المدينه. يضاف الى هذا ان القانون راه كيعطي الرئيس الصلاحيه انه يفوض للنواب ديالو يعني جميع القطاعات اللي كل نائب راه مكلف بقطاع، وبالتالي فهو غادي يتحاسب مع النواب بخصوص القطاع اللي عندهم في التفويضات ديالهم في نوصلوا فيه. وهو دائم الاتصال، باش نقول لكم دائم الاتصال والتواصل مع 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 يعني مع المكتب مع النواب ديالو بخصوص يعني التطورات اللي كتعرفها المدينه، هو فيه وهو على علم بها. علاش؟ لان لاحظنا في هذا النظام الداخلي المصطلح ديال اسم رئيس ولد اكثر من 100 مره، وما نحاولوا اننا. السلام عليكم، فاطمة أمزيل نائبة الرئيس الخامسة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والتنمية البشرية. احنا اليوم في هذه الدورة ديال المجلس الاستثنائية اللي كانت فيها نقطة واحدة، وهي المصادقة على النظام الداخلي ديال المجلس اللي به باش غادي نأطروا الاشتغال ديال المجلس يعني مع يعني الاختصاصات المنوطة لنا مع الساكنة بتشارك. كما شفتوا سيد الرئيس عزيز أخنوش بغى في هذه المرحلة هذه أننا نتشاركوا مع الجميع، وانتم شفتوا التشارك اللي دار لا مع جميع الأحزاب لا مع يعني المجتمع المدني إلى آخره. وهذه المحطة كانت ضرورية باش نبداو الاشتغال ديالنا بصفة قانونية، وكما شفتوا كان جو من الوئام ومن المناقشة البناءة، لا معارضة ولا أغلبية، على يعني كانوا إضافات، كانوا مناقشات اللي بها كانوا تعديلات إلى آخره، اللي كانت دست بصفة ديمقراطية شفافة تشاركية، وتم المصادقة بالإجماع على المجمل القانون الداخلي للمجلس.